اهلا بيكم في الفيديو الرابع من التشابتر نمبر 1 واللي هنتكلم فيه عن تعريف كل من الاكسسبيليتي والانكلوسيفنس. كلمه اكسسبيليتي تعني الوصول، والتعريف ده مهم جدا لابد ان حضرتك تحفظه. الاكسسبيليتي هو the extent to which an interactive product is accessible by as many people as possible. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لاي حد الانتراكتيف برودكت او المنتج التفاعلي اللي حضرتك عملته is accessible، يعني نقدر نوصل ليه من اكبر شريحه ممكنه من الناس. ولما اقول لك كلمه accessibility دايما تفتكر الاكسسبيليتي اوبشنز الموجوده في كل من اندرويد واي او اس اللي بتساعد الناس اللي عندها عدد معين من الديسابيليتيز او عندها عدد يعني زي ما نقول كده ايه من اعاقة او اكتر من اعاقة او مثلا حاسة من الحواس مش شغالة زي اغلب البشر، ممكن يكون فيها مثلا ضعف او نقص. الاكسسبيليتي اتعمل عشان يعوض النقاط دي. يعني على سبيل المثال لو انا شخص مثلا سمعي ضعيف، في واحد من الاكسسبيليتي اوبشنز الموجودة في الاي او اس اللي من شأنها ان هي تعلي صوت السماعات. لو انا شخص مثلا نظري ضعيف او عندي عمى الوان في لون او اكتر، في اوبشنز موجودة عندي اقدر اشغلها على انظمة التشغيل من شأنها ان هي تعمل سكرين تتناسب مع عيني. لو انا عندي مثلا اعاقة في نظري مش بشوف كويس على سبيل المثال، في اوبشنز تانية او اوامر صوتية او كوماند او فويس كوماندز اسف بتساعدك ان انت تعمل اغلب الاوبشنز او اغلب البروسيسز اللي انت محتاج تعملها على التليفون، زي مثلا انك تعمل مكالمة او تقرأ رسالة او ما الى ذلك. الاكسسبيليتي اتركز عليه في كل من اندرويد اي او اس او اسف اندرويد او اس وكمان نظام اي او اس الخاص بابل. الاكسسبيليتي كان بي اتشيفد ان تو وايز، يعني عشان اقدر اقول ان انا نفذت الاكسسبيليتي في الابلكيشن او في البرودكت بتاعي، لازم اولا ان انا اعمل انكلوسيف ديزاين اوف تكنولوجي، ولازم ثانيا ان انا اعمل اسيستيف تكنولوجي او زي ما تقول كده تكنولوجيا من شأنها ان هي تساعد الشخص اللي عنده الديسابيليتي نفسها. لو بصينا على مصطلح الانكلوسيفنس، وده برضو تعريف لابد ان انت تحفظه، هو making البرودكتس والسيرفيسز that accommodate the widest possible number of people. يعني تقدم لي منتج وتقدم لي خدمات بيستخدمها اكبر شريحة ممكنة من البشر. يعني على سبيل المثال ابلكيشن الكالكوليتر ده ابلكيشن لازم ان احنا نعمله. ليه؟ لان تقريبا كل البشر بتستخدمه. كمان بيقول لك ان السمارت فونز ديزايند فور اول اند ميد افيلبل تو ايفري وان ريجاردليس اوف ذير ديسابيليتي ايدكيشن ايج اور انكم. يعني اي شخص النهارده بيقدر ان هو يستخدم السمارت فون بسبب ان هو مصمم ان اي شخص ممكن يستخدمه، مصمم بنسبه انكلوسيفنس عاليه جدا. اي حد ممكن يدوس على التاتش سكرين، مش محتاجة اي خبرة سابقة، حتى الاطفال بيقدروا يعملوا كده. مش لازم تكون متعلم عشان تقدر تضغط على التاتش سكرين، مش لازم تكون متعلم عشان تقدر ان انت ترد على مكالمة. ففي كل الاحوال نسبة الانكلوسيفنس في السمارت فونز بتكون عالية جدا جدا. بيقولك ان البيبل with permanent disabilities، يعني اصحاب الهمم اللي عندهم يعني مشاكل دائمة مش مشاكل مؤقتة، يعني على سبيل المثال سمعه ضعيف دايما مش لفترة مؤقتة، يعني بيستخدموا الاسيستيف تكنولوجي او التكنولوجيا اللي بتساعدهم in everyday life. زي ايه؟ اللي هي الاكسسبيليتي اوبشنز اللي اتكلمنا عليها من شوية. بيديك هنا اكزامبلز على موضوع يعني الاسيستيف تكنولوجيز. بيقولك ان النهاردة الويل تشيرز مثلا او اللي هي الكراسي المتحركة، people now refer to wearing their wheels rather than using a wheelchair. يعني دلوقتي خلاص الناس بقى بتقول ايه، انا هبدأ ان انا اوير الويلز بتاعتي او هبدأ ان انا يعني اقعد على الكرسي، ولكن بمصطلح اخر. المصطلح ده حتى بيعبر ان هي بقت حاجة يومية، زي ما اكون بلبس الساعة او زي ما اكون بلبس الجاكيت بتاعي. بيقولك much current HCI research into disabilities explores how new technologies such as IoT, wearables and virtual reality can be used to improve upon existing assistive technologies. يعني ايه؟ بيقول لك ان النهارده احنا بنعمل ابحاث في الهيومن كمبيوتر انتراكشنز، ودي توصلت ان النيو تكنولوجيز زي الاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجز، الويرابلز زي السمارت ووتشز والبانز، والفيرتشوال رياليتي اللي هو الفي ار اللي حضرتك بتلبس فيه النضاره وتخش جوه عالم افتراضي، بقدر ان انا استخدم التكنولوجيز ديت عشان امبروف
upon existing assistive technology. يعني انا already عندي مثلا assistive technology زي accessibility options, انا كمان هعلي على الكلام ده وحضيف عليه IoT والwearables وكمان تكنولوجيا VR. خلينا نستكمل بالمرة الجزء الخامس عندنا على اخر فيديو اللي هي usability and user experience goals. usability ترمز الى سهولة الاستخدام, وهنتكلم كمان عن اليوزر اكسبيرينس او اليو اكس جولز او اهداف اليو اكس. اول هدف عندنا هو الافكتيفنس, تاني هدف هو الافيشنسي, ثم السيفتي, اليوتيليتي, الليرنابيليتي والميمورابيليتي. يعني ايه الكلام ده؟ الافكتيفنس يعني انا بستخدم الحاجه دي ونتيجه استخدامها في اكشن حصل. الافيشنسي ان الاكشن ده يحصل بنسبة, يعني زي ما تقول كده ايه, نسبة عالية او نسبة كويسة مقبولة نسبيا. يعني لو انا مثلا عندي جهاز, الجهاز ده مثلا بيعمل كلمة print او بيطبع مثلا حاجة على الطباعة, فكون ان هو يطبع اصلا دي بسميها effectiveness, كون ان هو يطبع بسرعة دي بسميها efficiency. وصلت كده؟ تمام. السيفتي هو ان الحاجة دي او الزرار اللي بيعمل print ده يكون safe to use, مش بيأذي اي حاجة عندي في الجهاز. كمان ان هو يكون عنده good utility, يعني بيعمل حاجة مهمة, الطباعة بالنسبة لي حاجة مهمة. learnability هو ان انا من السهل ان انا اتعلم ان الضغط على الزرار ده من شأنه ان هو يطبع. memorability هو ان انا لو استخدمت البرنامج ده تاني افتكر ان زرار print بيطبع ورق او بيطلع ورق على الطباعة. دول كده اسمهم اليوزابيليتي جولز. لو خدنا الافكتيفنس وبدأنا نعبر عنها بشرح اكتر زي ما شرحنا من شوية, بيقول لك ان البرودكت is capable of allowing people to learn, carry out their work efficiently, access the information that they need or buy the goods that they want. من الاخر يعني الافكتيفنس هو ان الزرار او الحاجة اللي موجودة في الديزاين او الديزاين بشكل عام بيعمل حاجة. الافيشنسي انه يعمل الحاجة دي بسرعة او يعملها بشكل كويس. والسيفتي زي ما قلنا ان هي ما تطلعش ايرور او ما تأذيش اي مكون من المكونات الاخرى الموجودة عندي في البرودكت او في السيرفيس. بعد كده هنشوف اليوزر اكسبيرينس جولز, او ايه هي بمعنى اصح اهداف اليوزر اكسبيرينس. هتلاقي مقسمهم عندك هنا ليه جزئين, الديزايربل اسبيكتس او الجوانب المرغوب فيها, والأنديزايربل أسبيكتس أو الجوانب الغير مرغوب فيها. لو تاخد بالك دايما الكلمات اللي فوق إيجابية والكلمات اللي تحت سلبية. اقرأ بس الكلمات دي عشان إذا جات لك اختيارات في يوم من الأيام تعرف إن دي الديزايربل أو أنديزايربل أسبيكتس. يعني هي أغلبها كلمات أصلا إيه؟ يعني إنجليش صريح. بعد كده هنتكلم عن الديزاين برينسيبلز أو مبادئ الديزاين, أو إزاي حبدأ إن أنا أديزاين. مبدئياً design principles ديت هي عبارة عن abstractions for thinking about different aspects of design. يعني عبارة عن تصورات أو زي ما نقول كده زي قواعد احنا حطناها, من خلالها بنقدر نفكر في جوانب التصميم المختلفة. ايه الحاجات اللي انا هعملها وايه الحاجات اللي انا مش هعملها في الانتراكشن ديزاين, وده اللي احنا هندرسه بإذن الله في التشابترز القادمة. وكمان ايه هي الحاجات اللي حبدأ ان انا اقدمها والحاجات اللي انا مش هقدمها في الانترفيس بتاعتي او في واجهة المستخدم بتاعتي. والكلام ده كله بيكون ناتج من ثلاث حاجات, ناتج من theory او من نظرية انا بدرسها, ناتج من experience او خبرة سابقة, وناتج من common sense او المنطق او الحاجات اللي هي بنقول كده ان هي بتmake sense او منطقية للبشر. بعد كده ختاما بنتكلم عن الفيدباك. يعني ايه فيدباك؟ يعني اليوزر مثلا لما يعمل كليك على حاجة او لما يضغط على زر مثلا يحصل زي فيدباك او حاجة تبين له ان اللي هو عمله ده اشتغل. يعني مثلا لو بصينا كده وانا بهوفر او وانا بتحرك على السهم ده هنلاقي ان لونه بيتغير, بص لونه بيغمق لما بقرب منه, ولما بدوس عليه لونه بيغمق اكتر عشان يقولك ان العملية ايه حصلت. بص حتى في زوار البريفيوس او الباك بيحصل نفس الموضوع, لما بضغط بيغمق, اخد بالك انا كده ضاغط, لما بقرب عليه بيكون غامق ولكن مش قوي, يعني زي ما يكون بيحصل ديمينج. بص لما هضغط تلاقي لونه اغمق اكتر, فده حتى بيوريك كده ان في فيدباك بيحصل. ممكن كمان يكون الفيدباك ده على شكل صوت اللي هو زرار الكليك او صوت الكليك اللي كان موجود زمان ايام ويندوز XP. بكده نكون خلاص خلصنا chapter number 1. و
وأشوفكم بإذن الله في chapter number 2.